كاب هزبنا بهزبي ناي هزبي بهزبي دل دل كان تاريخ ناي نشتو عبي إريسات إريسات جمسو تسعات. مرحبا بكم حيث ما تنسيت كرنسا يوم من اللي اندات لنا عروتن دان ومسو مسو تحنتي لتبلا ريس من موقع ما تقل ترجمة لنا سأنا وموضوع قول يوم سالسا يكفال قلنا قدم قولكم تو متابعتكم انسيم التحل فقال اكفالنا اللي عروتن دان ومسو مسو اللي قول فنتو موضوع مسمسو عن قلالي شو منا اللي كل اريتريات تعزو بولي الليت حتى نتزع كرام عنا ويتهيم الحودة مستلطة للوتوم لتبل تام كالايت نتبل نتعديم مائدة معارضة الاستخدام كلمة أقامي لدي بكل طرف دي بحد سادام للو كليتهم سنشاننا وحبونا متنتهم لتتنفع بو كرت حبر حلا لهم إلا هي كل قلتي تلتقدر أقامي لتبل زعتام كليتهم أريد رئيس لندقبو قل قربو دول حزو لتنفع بام إلا هي لدي بإريتريا لقبا وقبلها لجرائم أولاد إريتريا إيقبا أو قبيها اللالة لبل من سد الحلف مفهوم منه لتبقساتهم إلا وطنك من تلات الشد قلك تقديم لتحرط معارضة للو من قبو ولديب إريتريا زمان سلطة ثابت لها الحكم مثل لا تفقه التام اللي إريتريا أسليك من تلات شرح دعاية أوفو بركات زلم تقديم اتقف بزحام ارترين دي تدقاقم تسمى اللي لقب لقبا نفر اندي اخجل انا ود اسل انا للي بالاحساس او شعور تقبين اقل نفسه ود اسل اندي سمايام منا دي بارتريا لا قبلها لا جرائم اندي برا اتبعدام او اتعقامي لقلهم لها لا اقل ما سسو الحزين اللي اتكافوت اللي منا شرعونا مؤيدة جبه الشعبية لتبقس حكو قبام لقبا لقبا حكم السياسة لتقاوم إريتري أسيل إيكون للي بالمفهوم بوم كلو قل السياسة للعارض مواطن عقامي أو نسب أطوبيا بولت بهل إلا هي إبهيقيا بتكت ضد السياسة وحكومته لقب إريتري إيكون لتبهل إريتري كم إيكون لقبا لقبا إثبات إيلة حزي للي بالمفهوم سبقا توم لدي بحرت معارضة ماله لو يتحفز أنساب إريتريين إندي لتحللو الشكو لترقو لذي السكاب قالتهم هي أتنادفوت وآمروت أنساب وقلام سب سلطة حكم شعبيتهم معارضة سابز هواقتا وقلام سب سلطة حكم شعبيت كم منهم أسل تقرايبو وكم منهم أسل عمحرات لبلو زمنهم يتحفز أنساب لحالوفهم اللي سياس وديو لها الجرائم أسلنا عقامة سبت بوتو للي بالفهم بوم باللي هي لدي بارد لي اللي تحقيقات لتبرا وهلو من اللي فهم اللي اندت بقسو ودارت ريال أسلي اتوطنو كن جرائم اي وديت لبلو لسامعو اللوم كن جرائم ودو لهلو أسل عقامة من أولا بوم شعب ريال ويتعذب للي بالأوهام التنبروم إبعاني منادلين لنشروا فبركات كم مقبولة سبت نسأت هي شعب وندال منا اتقرت ليا لقبا وقبلا لجرائم اندبر عوام لترقو شعب حبر اندك أنسا اللي العزبو لها مجرم حتى دول وقل دي ما سميتو بدل كرم رأسون دادنانا اقل لمبر حارة هلام مدت حتى السويد لمركز تلفزيون نقاش الدولو إعلام لهدق أو لنقاش أقاليم وهوية إريتريا دي بعلام دي باللي نقاش اللي لتوضحت أمان من تعليم اللي تفكير خاطي اتلعال ذكور لهلا اتمجتمع إريتريا اسحبوبكم هلا لأكد جنام تأتكهل على نقطة
هوية تلتليات منطقة أو تقاليم لتستة للي بالشكوك عند أزمهم النوم لتكاحدوا لعلو تآخر اتخاتي مفهوم لاتفقوا مسلوم اتمكن لسيل اتفقوا التنطات اتمشنقل شعب اريتريا كرو الى الجرائم مسؤوليته لرفعه مشكلة هوية لبوم انفارتوم بيلو اللوم مشكلة هوية لبوم لتبهلو للو هوية اريتريا اجلي تحفد لهم قبل او من قبي ناي اقاليم اريتريا حكوت كلو ليتا توم الا هي افايح من اندريام هوية اريتريا من لتكلو بهلو التوم متمطور الا لجل حكم شعبية الايدول هلو نسبوهم اسلوم من اياتو حفزي قلق باستو وجبلت بالنقطة اتفقوا مفهومنا اللوم لتكحدوا العلو لقى الحكم الشعبية لأيدول اللو مواطنين أسليين اندي يقبوت كالأيد درجات لترتبهم لمجرمين هي عجمهم أو أسلوم من تقرأي أو من أتوبياتو للي بالمفهوم بوم من جهة أريتريات أسرطوت أسل اندي تخدمان ولا ورط أسلنا تقرأي أو أتوبيا لبنفر من إي ترف كنا تفكير كم كنا لمسلو أنفار كل رؤسو أجيد إقل لتبلل يقدر كنا اندلر إيه وسامي أمراد نوسو لبدا لتعرض حاجة إقل لسنا لقدرتوم من اللي اتلعال ذكور لهلا اند تبقصو بزحام دي بحرات معارضات لهلو مثل حكم شعبيات اند تعاونو لمن مدت ندال عند أنبتا للشك بالعلا وقل وطن اتمدرت لكرا اتفناتي عادات خدمكم هلو أكيدتون دي بالله بتكنولوجي عند تتطور جيس للي تعلمنا كنا مثل فهم كبيب ليت عند طبق كادو الجيس دولة قدم كم يتبل أكيدتون فناتي عادات جب الشعبية عند تليكا في انتي تريتريا دي بتتحلي وتستناكا يجل تتطور سبت حسبام لما ما عرضت فنتيت اريتريا عند دقاقم لسامعهم إلا ان كل جهد دي بحد لي بايا حود مسالها قل ركبان دي بيلايا كل دول دي بيلو كوي لمد سمودات انتن لترعيام سلس بسمي الشهدام نمبل اللوم اتلعال ذكورام للو مفاهيم زياد اللوم حتى مسألة حساسية الليل هتا هي الشهداء لتكسستام كلهم اريتريين الذي بحكم له اللي يجب الشعبيات او معارضات شهدانا لاستشهدوا دي بهلو من اجل طورة اريترياتو لاستشهدوا لبلوم دي بلا لكن كل اوت اتحد لي بيوري لزهرو لأوليت نطت شهداء زياد من نهلو عقلام شاطرام وفاهمام كمتون تحبر باللي أساس اللوم الأزيه هلو السيودان من قبو عقلان وشاطران واتبهلو باللي زياد وطنيين ديمقراطيين وبعدين تتبهلو وتحمدو لاستشهدو من صنحو اريتريا دي باللي أزيه كريت التولي الليت ويتكريت لقلونا هلو قتلا لكن دليل ثابت على بوم قال ايد شهدانا اللي تحلموا أبال علو طورت إريتريا كأنها تاند بيلو للتخايل لقب اللقب نفري هلام كل وقت اللي شهدانا لتحلموا أبال علو بديمقراطية اللي تتمرح إريتريا كم تاند التمثلو للتحاقو بزحام اللو اللي مفهوم اللي خاطيتم اتمدت ندال عادات ديمقراطية كم على لقب اللقب أسر أو إشارة علبوم لبس حو شهداء بكشت لتعسكرو صبرعي وحرستو التوم وبلي ديمقراطية مبهلتا لأموري علو لا محودام دارسام الثورة العلو بنظرية ماركسية ركوزام العلو توم إلا يوم ليبرال ديمقراطي ديمبي انسميا له اللينا نظرية بالدبات رام علو ثورة دول تأسسات نظرية الشعوية تقبأو ليبرالي واضح مرامي علو بعث من وده لاما مؤسسين ثورة كرحام الدريس عواتي ديانات وقبيلة اقل توعية لاستخدما علو تمدت لها ديمقراطية ميتة حتى فهمها متى علو
حرمة ثورت كمس العبيد جبهة التحرير وجبهة الشعبيات اقل ديمقراطية سنك أباها على أيام ممكن لتأكي وواضح لي شرحات استشهاد اقل واسل شهداء سبب قابا من لو لا قبل بقرتري اقل ميتو اكل اللي استشهاد للدفع هلا عند تيالك من تسألون زيادة استشهاد لتقلب قد يسبب قبقتو للي بالبليس لهي باكام اللي هي للدفع على الاستشهاد لحلفة تاريخ ندال اقل تحفظ نتبه لكم طول افهم بعدة معنى لأجد هدف وطني استشهاد بزحامة ان تتركبون فهمهم وتفكيرهم اكلي قلوبكم هلا كل رؤسو الى ان تبه لهم هدف ثبت استشهاد كألو مقبول اقل بايك قدر اقل ميك ادم لا للدفع على استشهاد هدفنا اقل نحدد بنام إلا وطن شهداء لأن دفع بولا للينا سبب بزحام شهداء سبت حبنا التاتو قبقى من قبل الهدف هدفنا حدودان يلينا بهلتوم وطن بزحام شهداء سبت استشهاد ولام أذيما استشهاد لواسل اللي بدالي تاتو حيث ما تنسيت كرن سيوب عروسن دانو ما سمسو تحنتي لاتبلا رئيس من موقع أدماس قل ترجمة لرا كبناه فنتو موضوع سالسة كفال دي بلتهم هلام رار أباي كفال دي بس متسامن قل لتقدم قلكم تو أسكو دحن وسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحب بكم بالحنسب بحدش من قبرين أنا. أوكي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحب بكم حيسام التنسيتنا كيف اسمكم مثل منادل السهل بسوء أملاخ نوديه لنا مقابلة كالي كفال التلال لنا تلح الفك وفال طبعا سؤال وجوها مجيبول عنا أصحاب المسرح هذه اللي مبادرتكم اللي شاركم سركم كرمنتهم لأنه بعض المنظمات بسبب الحروب بناي دي بشعب تقرأي لقبا مقاتلين إرتريين إمبر القانون جوا إرتريين دأتوا لحرب العلو باللي بسبب ناي سياس وجماعته بسبب اللي هي سرقة لسيادتنا إرتريين دات رسعيات دي بسمت كرية ومنه هي أو كان دي خطر كرايا وبزح ضد سيادتنا إريتريا تهاجر على أفراد على وقام منظمات فقلهم كيف تتعامل مسؤول من ليكم من دبي الناس ولا معنا نجاوب لزمن تم ديمنا أستاذ السهيل تفضل. طبعا توقفنا كنا في الأربعة مبادئ للمنظمة أو كمان لهيئة التيسير وهي انه ما عندكم يعني ما حتجاملوا اي منظمة او كان اي فرد على اساس انه ما يحترم السيادة الإريترية ووحدة الاراضي الإريترية فممكن تواصل في نفس الموضوع يعني تفضل. نعم شكرا استاذ عادل. شكرا اقدم شكري مرة ثانية لراديو سايوب لانه سنحتم لنا الفرصة والفرصة دي هي فرصة قيمة وشكرا جزيلا. فالمبادئ التي ذكرتها هي مبادئ حاكمة لكل الأنشطة. هتيسير تعتمد وترتكز على هذه المبادئ والقوة الوطنية حتكون ستبني على هذه المبادئ. فكل الجهات منظمات سواء كان تكون أحزاب وغيرها تكون ملتزمة بهذه المبادئ. فهذه المبادئ هي لا لها أي مناقشة ولا لها أي شيء آخر. فانطلاقا من هذا وكل الجهود الذي يبذلها كل المنظمات والأحزاب والنشطاء والحراك إذا نظرنا بصفة واسعة هذا شيء مهم جدا وعلينا أن نكون نوعي وندرس الشباب والحراك بحد ذاتهم
شباب جاءوا من سوا، جابوا من المعارك، جاءوا من التشريد، من اللجوء، وعانوا وكان لديهم استيعاب أكثر من أي شيء لا يتخيله الإنسان. فالناس ديل يحتاج إليهم إلى توعية وإلى تنوير وطني، تنوير وطني، تنوير ديمقراطي، تنوير جماهيري، تنوير الوحدة. فهذا هي أهم المصاعب وأهم التحديات التي تواجهنا الآن، تواجه المعسكر، معسكر المقاومة. فالمقاومة تكون ترتكز على المبادئ، والمبادئ ذكرتها، ومعها تكون الديمقراطية والحرية والعدالة بحد ذاتها، ننازل من أجلها. فيحتاج إلى عملا مكثفا، التوعية المكثفة لكل الأطراف، خصوصا للشباب، خصوصا للناس الذين تعبوا وهم في الطريق الآن في معسكرات اللجوء في سيناء وفي السودان، في إثيوبيا، في كل الأماكن، ويموتوا في البحر. كل الناس الذين هم تعبوا وصعب وجاههم كل المشاكل يحتاجوا إلى تقوية، إلى تنوير وطني. نعتبر ال 20 عام وال 10 عام، 15 سنة الفاتية والمادية كانت تشويش كثيرة. فالتشويش الكثيرة أدت إلى عدم الفهم بصورة منسقة من ناحية واحدة، ومن ناحية أخرى عدم الثقة، أو عدم الإمكانية من تجاوز المشاكل. المشاكل تكررت وتكررت وتكررت، والناس تعبوا، والتعب لما تكون التعب غير حدودية أو غير محدودة، يكون الناس يخوشوا في أي شيء. فالعمل المطلوب الآن هو تنوير وطني، تنوير ديمقراطي، تنوير جماهيري، خصوصا بوحدة الشعب، بوحدة الوطن، وحدة الأراضي الوطنية، وإعادة الكرامة الإريترية. لأن النظام البعيد، النظام الشمولي في إريتريا، حطم كل المعنويات، معنويات الناس، معنويات الجماهير، معنويات الشباب، شرذم وشطب العائلة بحد ذاتها كأسس ك ك ك مؤسسة مهمة في الوطن. فعلينا نحن جميل. كقوة كمعسكر المعارضة، معسكر المقاومة، قوة موحدة. إعادة هذه الثقة، إعادة الثقة، وإعادة المعنوية الوطنية. لأنه المعنوية ممكن تشبه بأي جميل. شيء، بل المعنوية الوطنية والتنوير الوطني والديمقراطي والجماهيري ووحدة الأراضي الإريترية لازم أن ترجع إلى ما كانت في أص إلى أصلها. فهذا هو الشيء جميل الأساسي ممكن أطرحه مع المبادئ. جميل جميل سادة سيد. في وثيقتكم كمان ذاكرين ان المبادرة دي نعم عندها امكانيات بتاعت نجاح اكتر بوقت لما تقيم مع المبادرات السابقة اللي كانت يعني كانت اللي كانت قاعد تحصل هي في الساحة الإريترية. المبادرة دي يعني لها امكانيات اكتر في النجاح. فما هو تقييمكم شنو المبادرات السابقة؟ إيش هو الفرق ما بين المبادرة هذه والمبادرات السابقة؟ لأن المبادرات السابقة في عندك مجلس وطني شغال، عندك كانت منظمة أكل شغالة، كانت في مبادرات. فالفرق شنو بين الاثنين؟ بين ال نعم وهل هي يمكن بديل هي مجلس الوطني حتكون، ولا بديل للمنظمات الثانية، المبادرات الثانية؟ تفضل أستاذ السيد. نعم شكرا أستاذ عادل. هذه القوة الوطنية هي مؤسسة وطنية لا بديل لأي شيء، لأن كل الحراك والمنظمات والمظلات والإتلافات الموجودة ستبقى، ونحن نؤيدها
تزدهر وتكون تحقق أهدافها. أما الشيء اللي نطرحه الآن هو توحيد كل الصفوف إلى مؤسسة وطنية تكون تقوم بأعمال فعالة لإنقاذ الشعب، لإنقاذ الوطن الإريتري، لحماية السيادة الوطنية بطريقة مباشرة. فما هو الخلف من تمام. المبادرات السابقة؟ الشيء الأول هو هذه المبادرة بتشمل كل شيء، لا واحد هو في معسكر المعادرة يكون في معسكر المقاومة يكون خارج المعارضة. هذه المنظمة. فهي all inclusive، all inclusive means شمول، تشمل كل شيء. أوكي، بعض الناس يقولوا كل شيء، نعم. كل واحد يقول تشمل كل شيء، ولكن هنا تنظيمات ومنظمات، أحزاب، أفراد، كل الأتلافات وكل الإتلافات وكل المظلات تعتمد على تنظيمات فقط، نعم. على منظمات فقط. هذه المبار أيوة، هذه لكن هذه المبادرة هي هذه حتى برضو تعتمد في أفراد، يعني أفراد نشطاء حراك، نشطاء نشاطات. كفرد، مواطن إريتري واحد ينادل هو كمواطن، وزول الزميل أخوه اللي هو في الحزب هم واحد، وكلهم سيكونوا يشاركوا في هذه القوة ويكونوا يكاتفوا، لأنه الناس اللي هم خارج التنظيمات هم أكثر من الناس اللي هم في داخل التنظيمات. اللي في التنظيمات. نعم، نعم فهذه نعم قوة حقيقية تكون تشمل كل شيء، أفراد في التنظيمات وغير التنظيمات، لا لهم تنظيمات، مؤسسات، والمؤسسات بحد ذاتها هي على نعتبرها كقوة، نعتبرها كأصحاب المصلحة، لأنها هي بتنادل نضالاتها، هو حيكون يجمع مع بعض. فهذه هي شيء تشمل كل شيء، هذه هي النقطة الواحدة. النقطة الثانية هي شفافة. هذه العملية، هذه القوة حتكون تقوم على أعمالها بطريقة شفافة، لا يكون أسرار غير الأعمال، عملية أمنية، عملية أسرار موجودة في أشياء في التنظيمات، موجود معروف، ولكن في قامة القوى نعم الوطنية فوالحدة ما فيش سر، لأن يكون واضح يعني. العدو كله بيفهم. لما نكون نتقوى ونكون نعمل إلى الوحدة بطريقة شفافة، العدو يكون ينهزم. ولكن لما نكون نختفي ونكون تنظيم لوحده، 5 تنظيم، 3 تنظيم، ونكون ننقسم، العدو يكون ينتصر علينا. فالطريقة الصحيحة هي الوحدة تتم بطريقة شفافية، ويكون حسابات جماهيرية مفتوحة، ويكون لها مراقبة، يقوله بالإنجليش checks and balances، في كل أعمالها، كل التنظيمات وكل المؤسسات اللي عندنا الآن لا لديهم كل الأشياء اللي أنا أذكرها الآن. ما فيش محاسبة مع جماهير. الجماهير لا عنده أي طريقة ليحاسبهم، جو من وين، وصلوا إلى وين، وعملوا إيه. ما فيش سؤال، يعطوا بيانات كما يريدون، تمام. يعملوها كلها في تنظيمهم، في حزبهم محددة. فلا حساب ولا محاسبة للعمل الوطني، للعمل الجماهيري، public there is عمل وطني، طيب عمل تمام جماهيري أستاذ، يلزم أن يكون جميل أستاذ لديه ناصر. محاسب. الشيء الآخر الرابع، النقطة الرابع هو نعم تفضل. يكون يمكن التعددية الإريترية، يطبق التعددية بطريقة إيجابية. هذه هي شيء مهم جدا، لأنه كل تنظيم تحاول، ولكن المحاولة بتاعته هو فاشل، أو مش فاشل، مش منتصر من هذه الناحية. كل التنظيمات وكل المؤسسات نعم تشوفها ما متعددة. الشيء اللي نطرحه الآن هو يكون له أسلوب تمكين وتحقيق التعددية بطريقة إيجابية. هذا هو شيء ممكن نطبقه، ولنا أسلوب
لتطبيقه. فديل هم الأشياء الأساسية التي تتقدمت هذه المبادرة أو هذه الاقتراح لتشكيل القوى الوطنية وانتخاب القيادة الوطنية بطريقة شرعية. فعلينا يكون لنا ممثلا شرعيا في كل المنابر الدولية، سواء كانت إقليمي أو وطني، باسم الشعب، باسم إريتريا، طبعا يكون إزالة النظام سهلة، لأنه النظام هو جميل جالس في رأسنا من دون أي جذور، فلأنه ما فيش بديل. جميل منادي الأسهل نعم طبعا. اوكي جميل منادي الأسهل. الان احنا طبعا الكلام اللي ذكرناه ده والمكتوب طبعا ما زال نظري، فنحن حصل حنتحول للتطبيق. انتم وقت ما اتفقتم على الاشياء هذه بداتم بالعمل على الارض طبعا، وتكون عملت اتصالاتكم. فايش انتم، هل يعني النظام يعني وقت قاعد تطبقوا عملتوا شنو كده شوية كده، وشرحت لنا باختصار وإيش المشاكل اللي صادفتكم لحد الآن. أنتوا لأنه من الهيئة يعني شكلت لها قريب سنة، يمكن 8 شهور 9 شهور حاجة بالشكل ده. نعم فأدينا كده عامة كده تقييم شنو العمل بتاعك نعم هذه. هيئة التيسير هي ناشطة بصورة بصورة نسبية، معناها إيجاد كل الأشياء اللي تكلمنا عنه هو شيء غير قليل، ولكن هيئة التيسير مهمتها الأولى هو لم شمل كل الأطراف ومواصلة والاتصال بكل الأصحاب المصلحة. فالعمل الأولي هو بعد صياغة الوثائق والهيكل وكل شيء، العمل الأول هو التواصل مع أصحاب المصلحة. ومن هم أصحاب المصلحة؟ دي سؤال مهم جداً. أصحاب المصلحة هو المنظمات والتنظيمات والأحزاب وحراك وأفراد ونشطاء كلهم. فبدأت اتصال بهم، مثلا اتصلنا بكل التنظيمات التي لدينا عنوان واتصالات. ممكن يكون بعد التنظيمات ما اتصلنا عليهم، ما أقدر أقول 100% 100%، ولكن اتصلنا بكل التنظيمات ونشرنا وأصدرنا وأعطيناهم الوثائق اللي عندنا، والمناقشة جرت مع أكثر من التنظيمات، والمناقشات جارية. فما هي النتيجة؟ فالنتيجة ما نقدر نحددها من الاتصال الأول أو الاتصال الثاني. الاتصالات ستكون مواصلة ونحن نفهم، لأن المعسكر المقاومة له تنظيمات، والتنظيمات لها برامج، والبرامجها هي متنوعة ولها إتلافات وكتل تشتغل مع بعض، كل دي معروف ونحن نأيده، ما عندنا أي مشكلة مع كل الكتل وكل الإتلافات الموجودة، ولكن ولا نرتقب يكون إجابة سريعة مؤيدة وإيجابية بأسرع وقت. ما نرتقب، لأنه لهم عمل كثير يكون يقوم به. فالآن هذه الشيء حتكون يناقشوها، وكل الإجابة اللي حصلناها حتى الآن هي هم يحتاجوا إلى أكثر من المناقشة، أكثر من التدريب، التدابير لكي يكونوا يؤيدوا، ولكنهم لا يعارضوا، لا لقينا معارضة مباشرة للعمل الذي نقوم به. هذا من جهة. من جهة ثانية هو سيمينارات مفتوحة، حوار منتدى حوار مفتوح، هو منتدى حوارية أسبوعية، ونكون نناقش هذه الموضوع كل أسبوع. وفي النقاشات المفتوحة التأييد هو أكثر،
والترحيب من الناس المناقشين والمشاركين في المنتدى وفي الحوارات وفي السمينارات اللي هتصير. الترحيب هو كبير والترحيب مهم جدا، ولكنه يحتاج إلى تطبيق الشيء بصورة فعالة وبصورة سريعة. كل واحد يسأل تايم لاين، ما هو مقياس الزمن؟ متى حتكون تتحقق هذه الشيء؟ فبعض الناس يطلب على تطبيق هذه الشيء بصورة سريعة، هذا هو إيجابي، ولكنه المصاعب والظروف والتشرذم اللي عندنا هو شيء كثير وكبير، فتحقيقه بأسرع وقت يكون صعب، بمعنى يحتاج له زمن، ولكنه يحتاج يكون محددا ويكون يقوم بأعمال تقاس بالزمن وتكون تتقيم وتتطور وتمشي إلى القدام إلى الأمام. فهذا هو الأعمال التي نحن فيه هنا الآن. شكرا. تمام، شكرا جزيلا للتوضيح أكثر. طبعا أستاذنا سهيل الآن يا ريت لو في آخر اللقاء محتاجين لكلمة منك، مناشدة منك للتنظيمات وللأفراد أنه يجوا بأقصى سرعة ينضموا لهذه المبادرة لتشكيل قوة موحدة في الخارج تمثل صوت الشعب الإريتري. فنحتاج منك مناشدة لهذه التنظيمات وفي نفس الوقت كلمة للشعب الإريتري في الداخل. تفضل منادر السيد. شكرا شكرا أستاذ عادل. نعم، المناشدة هي أولا وقبل كل شيء هي مناشدة لجماهيرنا لشعبنا الإريتري اللي هو الصمد والثبت في كل الأوقات مع كل المعاناة، وحقق أهدافه، حقق استقلاله ومكن وجوده، فهذه هي الشكر والتقدير لكل الجهود المبذولة من جماهير الأريترية في الداخل والجماهير الأريترية في الخارج كلها. دي هي المناشدة الأولى، ولكن نطلب نسأل كل أريتري يكون يبادر من أجل الوحدة، فالوحدة هي شيء أساسي، ولكن الوحدة بتجي يجب يكون عندنا مؤسسة وطنية واحدة اللي هي شبه حكومة، حتى ما يكون لنا دستور حكومة دستورية ديمقراطية ما نقدر نعيش في التشرذم. فإنهاء التشرذم هو مهام كل مواطن إريتري، خصوصا المواطنين الذين يسعون إلى العدالة ويكافحون من أجل العدالة ويؤيدون الديمقراطية، يطالبون من أجل حقوق الإنسان، وكلها يجب أن يكون لدينا وعي لتكوين المؤسسة الأم كمنظمة كحكومة، حتى ما يكون لنا انتقال إلى ديمقراطية في داخل بلدنا. فدي مناشدة مهمة جدا ويحتاج لها إدراك من كل واحد منا، وكل واحد له دور. لما نقول التيسير، هي التيسير هم أفراد قليل، ولكن التيسير لا يتم بأفراد قليل بمجموعة بعشرين بمئة بمئتين، التيسير يتم بكل المواطنين الساعيين الواعيين من أجل انتقال الثلث إلى ديمقراطية، إزالة النظام وحماية سيادتنا. فهذا يحتاج إلى الوعي والمبادرة من كل المواطنين الإريتريين، especially خصوصا المواطنين في المهجر، في الأماكن السليمة، في الأماكن التي هي ديمقراطية وحرية. فده هو المناشدة الأولى. المناشدة الثانية هي للتنظيمات. التنظيمات هم تنظيمات لنا تقدير كبير جدا، بيقوموا بواجبهم، ناضلوا كل عمرهم، ونكون لنا تقدير عظيم. فالسؤال هو من أجل إزالة النظام ودخول إلى إريتريا، لأن المنظمات والتنظيمات هي تعيش في الخارج،
هي خارج مكانها. المنظمات الأحزاب بصفة خاصة يجب أن تكون في إريتريا لكي تمارس برامجها ولكي تقود إريتريا إلى سلام والازدهار والتطوير والتعمير. فلكي نخش كلنا إلى إريتريا، والتنظيمات لكي يكونوا يعبر الجسر، جسر الحرية، نحتاج إلى تكاتف ونشتغل مع بعض ويكون لنا قيادة واحدة من أجل إزالة النظام. نحن نقول احفظوا تنظيمكم، برامجكم، أنشطتكم، ما فيش مشكلة. ده هو شيء إيجابي. ولكن إذا اشتغلت في تنظيمك فقط، وتنظيم وحده، التنظيم الثاني من جنوب ومن شمال كله لوحده، ما فيش تكامل. فيكون لنا تكامل، فنناشد الأحزاب السياسية بقيادتها وكوادرها وأعدائها تكون تلعب دور طليعي من أجل إقامة القوى الوطنية. ووسائل الإعلام، هذه هي شيء واسع وكبيرة جدا. فوسائل الإعلام لايك الراديو سايوب، كل الإذاعات، سواء تكون تلفزيون أو راديو، كل الإذاعات نناشدها أن تكون تشتغل في هذه الجهة، لأنه هي تبذل جهدها الليل والنهار، تشتغل أكثر أدوات النضال الفعالة هي أدوات الإعلام، ولكنها تحتاج إلى نشر وتوعية الجماهير وتكاتف من هذه الناحية، لأجل إقامة قوة وطنية ولأجل إقامة قيادة شرعية تمثل الإريتريين في المهجر. وشكرا.